احمد، برضو عايز اسالك، او خلينا بقى ننتقل الى كره القدم. شايف حال كره القدم او النشاط الرياضي خلال هذه الفتره ازاي، واداره اللاعبين لتدريباتهم جوه بيوتهم شايفها ازاي؟ يعني اكيد، يعني الاول بس نتكلم على السواد الاعظم. السواد اتفضل. الاعظم في لعيب كره القدم درجه رابعه وثالثه وثانيه، عشان بس يعني الممتاز ده ممكن نخليه على جنب. تمام. يعني مفيش حد في الثانيه والثالثه والرابعه بيتمرن في بيته، طب ما عنديش مساحه يتمرن فيها طبعا غير بتوع الممتاز. فالممتاز طبعا كون ان هو بيتمرن في بيته دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. على الاقل هتخليه ساعه العوده بدل ما ياخد من 21 يوم ل 30 يوم، هياخد من 15 ل 21 يوم. الاسبوع ده هيفرق جدا في كفتره اعداد قبل المباريات. على العكس تماما، الثانيه او الثالثه والرابعه هيتعبوا، وهيبقى في فترات كبيره جدا جدا جدا، واقل حاجه عايزين شهر عشان يبتدوا يرجعوا تاني، لان انت مريح 20 يوم. مفترض ان انت من كل اسبوع بتريحه قدامه، كل 3 ايام بتريحهم، بيبقى في اسبوع لاعاده فانت المفترض بعد 14 يوم كده انت نزلت للصفر في المية، تبتدي بقى تبتدي من الاول وجديد خالص، كانها فتره اعداد. بالظبط، فتره اعداد بدايه. فانا اعتقد ان هم هياخدوا فتره شهر. نتكلم عن الناحيه الماديه، اعتقد الدنيا صعبه جدا 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 جدا. يعني بص، مش هخفي عليك، بالنسبه للثانيه والثالثه والرابعه، مش هخفي عليك ان في ناس كتير في الثانيه والثالثه والرابعه بيلعبوا كوره وبيشتغلوا بره. انا ده طبعا لا ده مش طبعا ده بيشتغلوا كل شغلانات، سواء توك توك، اوبر، بيشتغل في سوبر ماركت، وبيشتغل في مطعم بتاع فرن، شغال طيار على موتوسيكل زي ما بيقولوا. فيعني بيشتغلوا كل حاجه ممكن تدور فيها. فتخيل بقى ان في ناس اتقطع عيشهم من ان هم اصلا المطاعم بتاعتهم اتقفلت مثلا، قصه انه كان شغال اوبر وقف، والناحيه الثانيه الكوره وقفت، فهو ما فيش اي دخل ليه. يعني هو عشان يعدل نفسه كان بيشتغل شغلانه ثانيه، الشغلانه الثانيه دي كمان وقفت. فبقى عنده الحاجتين اللي بيدخلوا له دخل وقفوا. فدول اللي لازم نبص لهم بعين الاعتبار.